بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة أولى إعدادي. نستأنف مع أوتي لونغ أي كومينيكاسيون. إذن أوتي كما قلنا فيما سبق نتكلم عن أدوات، كما لو نستعمل أدوات لهدف ما. كذلك في اللغة هناك كلمات، هناك أساليب، هناك عبارات نستعملها كأدوات من أجل أن تؤدي غرض التواصل. عندنا لونغ أي كومينيكاسيون، إذن عندنا لغة وتواصل، إذن عندنا أوبجيكتيف تتخذ واحد أس في الأخر، إذن هذه أوبجيكتيف مقصود بها الأهداف. هذا الدرس الذي سنرى له أهداف، من بين أهدافه reconnaître quelques indicateurs temporels. reconnaître quelques indicateurs temporels. معرفة بعض المؤشرات الوقتية. طبعا temporel هذه أدجيكتيف تجي من لوطون، لوطون يعني الوقت. إذن reconnaître quelques indicateurs temporels. طبعا indicateurs يعني مؤشرات. عندما نتكلم على لو فيرب انديكي يعني انك تشير لشيء وتؤشر على شيء. اذا نتكلم عن انديكي، هنا عندنا انديكاتور، اذا نتكلم عن مؤشرات. اذا سنعرف بعض مؤشرات الوقت، هذا اول هدف. ثم عندنا امبلوي دي زيكسبرسيون دو طون بور ديزيني ان مومون. امبلوي دي زيكسبرسيون دو طون بور ديزيني ان مومون. امبلوي دي زيكسبرسيون، اذا استعمال عبارات دي زيكسبرسيون. اذا نتكلم على لو فيرب اكسبريمي يعني انك تعبر عن شيء. امبلوي دي زيكسبرسيون يعني استعمال عبارات دو طون عبارات الوقت بور ديزيني من اجل تحديد او من اجل تعيين او من اجل التعبير عن. اذا بور ديزيني ان مومون من اجل تحديد لحظه، لو مومون يعني اللحظه، من أجل تحديد لحظة أو من أجل التعبير عن واحد اللحظة. إذن هنا سنستعمل عبارات من أجل الكلام عن لحظة معينة يعني وقع فيها مثلا حدث ما. كما نلاحظ بأن الأهداف تتحدد في أمرين. أولا سنتعلم كلمات، هذه الكلمات هي تدل على الوقت، إذن نسميها انديكاتور تمبوريل. ثانيا ثم سنستعمل عبارات، سنتعلم كلمات لها علاقة بالوقت نسميها انديكاتور تمبوريل، ثم سنستعمل عبارات لها علاقة بالوقت امبلوي دي زيكسبرسيون دو طون بور ديزيني ان مومون. اذا جوبسيرف انا الاحظ، ديزيني ان مومون يعني انك تعين لحظة. اذا كما نرى في الامثلة التي عندنا هنا، لاتليت سي تونتريني توت لون دو لاني. لاتليت يعني الرياضي، نتكلم عن الأتلت، نتكلم عن شخصين ذو عضلات أو شخصين له علاقة بألعاب القوى. نتكلم عن الأتلت تأتي من كلمة الأتلتيزم، الأتلتيزم يعني ألعاب القوى. إذن الأتلت سيتونتريني توت لون دو لاني، الرياضي يتدرب على طول كل سنة. الأتلت سيتونتريني توت لون دو لاني، الرياضي يتدرب. عندنا لو فيرب سونتريني، لاتليت سيتونتريني توت لون دو لاني، الرياضي يتدرب على طول كل السنه. ممكن اننا نقول مثلا لاتليت سيتونتريني لو لون دو لاني، على طول السنه. توت لون دو لاني كما لو نقول على طول كل السنه. ثم عندنا هيير اون سيكون اي باسي دوفون ما فونيتر، هيير بالامس اون سيكون لقلاق اي باسي دوفون ما فونيتر، مر امام نافذتي. المقصود hier une seconde est passée devant la fenêtre de ma maison، هذا هو المقصود هنا. المقصود هنا بالأمس لقلاق يمر أمام نافذة منزلي، كما لو نقول hier une seconde est passée devant la fenêtre de ma maison. ثم عندنا les élèves reprendront les cours demain matin، إذن les élèves reprendront les cours demain matin. التلاميذ سيأخذون، عندنا لو فيرب reprendre au futur simple يعني في المستقبل البسيط. les élèves reprendront les cours demain matin. التلاميذ سيأخذون الدروس غدا صباحا. ثم عندنا لو بيبي ا بلوري بوندون لا نوي، الرضيع بكى بوندون لا نوي اثناء الليل. لو بيبي ا بلوري بوندون لا نوي، الرضيع بكى اثناء الليل. اذا هنا كما نلاحظ بان هناك كلمات السواد
Si nous reprenons le texte à nouveau, quelle est la première remarque qu'on peut en tirer ? ما هي أول ملاحظة التي يمكن أن نستنتجها منه ? Il y en a des mots qui sont écrits en gras. Pourquoi ces mots sont-ils écrits en gras ? لماذا هذه الكلمات مكتوبة بالسواد ؟ كما نلاحظ tout au long de l'année, على طول السنة ثم hier يعني بالأمس ثم عندنا demain matin في الغد صباحا ثم عندنا pendant la nuit أثناء الليل. إذن كما تلاحظوا بأن هاد الكلمات تدل على الوقت. إذن ماذا سنقول؟ Ces mots sont écrits en gras parce qu'ils désignent le moment d'une action. إذن هذه الكلمات مكتوبة بالسواد لأنها تعين أو تعبر عن le moment. Le moment يعني اللحظة. لحظة ماذا؟ Le moment d'une action. لحظة فعل واقعة على الأرض. نتكلم على الأكسيون يعني الفعل التي وقع على الأرض. لا نتكلم عن لو فيرب يعني الفعل الذي يعبر عن الفعل الحقيقي الذي يحدث اللي هو لاكسيون. نتكلم هنا عن الفعل الحقيقي. إذا نتكلم هنا عن لحظة حدوث هذا الفعل على الأرض. سيمو هذه الكلمات سونتيكري أونغا هي مكتوبة بالسواد باسكيل ديزين لأنها تعبر عن أو تعين لو مومون دون أكسيون لأنها تعبر لحظة الحدث. في الأسفل عندنا سولين لي فارب إي لي سوجي دي فخاز سي دوسي سطر الأفعال والفواعيل طبعا جمع فاعل دي فخاز سي دوسي سطر على أفعال وفواعيل الجمال أعلاه سي دوسي كما لو نقول سور سي دوسي يعني أعلاه يعني في الأعلى طبعا في الأعلى كما نلاحظ هناك الجمل التي رأينا. إذن علينا أن نسطر الأفعال المقصود علينا أن نسطر على الأفعال ثم على الفواعل في هذه الجمل. Qu'est-ce qu'on va souligner comme verbe et comme sujet؟ إذن على ماذا سنسطر كأفعال وكفواعل؟ Qu'est-ce qu'on va souligner comme verbe et comme sujet؟ Bien sûr, premièrement, on va souligner l'athlète comme sujet. Après, qu'est-ce qu'on va souligner? On va souligner s'est entraîné. S'est entraîné. S'est entraîné, c'est la conjugaison du verbe s'entraîner au passé composé. Pour la deuxième phrase, qu'est-ce qu'on va souligner comme verbe et sujet? Et donc, si nous prenons la deuxième phrase, on a hier une seconde est passée devant ma fenêtre. Alors, qu'est-ce qu'on va souligner comme sujet et verbe? Où est le sujet? Si nous prenons la deuxième phrase, où est le sujet? Le sujet, c'est une seconde. Le sujet, c'est une seconde. C'est la seconde qui est passée devant ma fenêtre. Alors, c'est lui qui a fait l'action. On va souligner, bien sûr, une seconde. Qu'est-ce qu'on va souligner après? Bien sûr, on va souligner le verbe. Le verbe, c'est est passé. C'est la conjugaison du verbe passé au passé composé. Si nous prenons la troisième phrase, إذا أخذنا جملة الثالثة, où est le sujet? أين هو الفاعل? Le sujet, c'est les élèves. Le sujet, c'est les élèves. الفاعل في هذه الجملة هو les élèves, يعني التلاميذ. Parce que ce sont les élèves qui vont reprendre les cours demain matin. Ce sont les élèves qui vont reprendre les cours demain matin. لأن التلاميذ هم الذين سيأخذون الدروس غدا صباحا. On va souligner les élèves comme sujet pour cette phrase-là. Après, qu'est-ce qu'on va souligner? Bien sûr, on va souligner le verbe. Où est le verbe ici? Le verbe, c'est reprendre. C'est le verbe reprendre au futur simple. Les élèves reprendront les cours demain matin. Si nous prenons la dernière phrase, on a le bébé à pleurer pendant la nuit. Alors, où est le sujet? Où est le sujet? Le sujet, c'est le bébé. Le sujet, c'est le bébé. C'est le bébé qui a pleuré pendant la nuit. C'est lui qui a fait l'action. Après, qu'est-ce qu'on va souligner? À pleurer. C'est le verbe pleurer au passé composé. On va souligner le bébé comme sujet. Après, on va souligner à pleurer comme verbe. Si nous prenons la question suivante, quelle précision les mots en gras apportent-ils aux actions? Quelle précision les mots en gras apportent-ils aux actions? أي توضيح وأي تحديد la précision يعني التوضيح أو التدقيق في شيء ما. Quelle précision? أي توضيح les mots en gras الكلمات بالسواد apportent-ils aux actions? أي توضيح هذه الكلمات تأتي به
للافعال للاحداث التي وقعت. كوم اكزامبل سي نو برونو لا بروميير فراز. اذا اخذنا الجمله الاولى لاتليس سي اونتريني توت لون دو لاني، الرياضي يتدرب على طول كل السنه. ليمو اكري اون غاسون توت لون دو لاني، اذا الكلمات المكتوبه بالسواد هي توت لون دو لاني. لاكسيون دون سيت فراز سي كو لاتليس سي اونتريني، اذا الفعل في هذه الجمله هو لاتليس سي اونتريني، اذا هذه هي لاكسيون. لاكسيون يعني الفعل هو ان الرياضي تدرب. اذا قلنا فقط لاتليت سي اونتريني نعرف بان الرياضي تدرب، ولكن عندما نقول لاتليت سي اونتريني توت لون دو لاني، اذا هناك شيء ما ينضاف لهذه المعلومه. ما هو هذا الشيء الذي تاتي به كتوضيح هذه الكلمات بالسواد؟ اذا ما هو الشيء الذي اضافته هذه الكلمات بالسواد لهذه الجملة؟ ما هي المعلومة المنضافة لنا عن هذا الحدث، عن هذا الفعل الذي قام به هذا الرياضي؟ توت لون دو لاني. كال بريسيزيون لي مو اونغرا ابورتيل او زاكسيون، ما هي التوضيحات التي اتت بها الكلمات بالسواد لهذه الافعال التي حدثت؟ اذا كما قلنا في الجملة الاولى لاكسيون سي كو لاتليت سي اونتريني، لاكسيون سي كو لاتليت سي اونتريني، الفعل هو ان الرياضي تدرب. سي نو برونو لا دوزيام فراز لاكسيون سي كو لا سيغون اي باسي دوفون ما فنيتر، اذا الحدث او الفعل هو ان اللقلاق مر امام نافذتي. سي نو برونو لا تروزيام فراز لاكسيون سي كو لي زاليف روبروندرون لي كور دومان ماتان، اذا الحدث او الفعل هو ان التلاميذ سياخذون الدروس غدا صباحا. Pour la dernière phrase, l'action c'est que le bébé a pleuré pendant la nuit. الحدث هو ان الرضيع بكى طول الليل. الفعل هنا هو ان الرضيع بكى اثناء الليل. اذا هذه هي الافعال المذكوره في هذه الجمل. Quelle précision les mots en gras apportent-ils aux actions؟ اي توضيح اضافت هذه الكلمات بالسواد لهذه الافعال المذكوره التي جاءت بهذه الجمل؟ Si nous prenons la première phrase, on a dit tout au long de l'année. Alors on parle ici de la durée de l'entraînement. Et de notre clé en mode à tedrib. Et donc, comme on a, l'athlète s'est entraîné tout au long de l'année. Et le kalimat tout au long de l'année désigne la durée de l'entraînement. Et il y a tout aïen à ou toucher et la mode à tedrib. Et de notre clé en mode à l'oaktia. إذا نتكلم عن لا دوغي، لا دوغي يعني المدة الزمنية. بور لا دوزيام فراز، أون إيغ. ألوغ إيغ ديزين لو مومون دون لو طون. إذا كلمة إيغ تدل على ماذا؟ ديزين لو مومون دون لو طون. إذا هي تدل على لحظة في زمن. طبعا نتكلم عن الشهر، نتكلم عن السنة. كل هاد الوقت اخترنا منه إيغ. اخترنا منه بالأمس. الزمن الذي نعيشه يمكن أن نمثله بخط طويل، دائما هو في تقدم. إذا هناك الماضي، هناك الحاضر، ثم هناك المستقبل. إذا كما نتكلم عن خطين مستقيم يمكن أن نرسم عليه الأحداث، عندما نمثل هذا الوقت بخطين، إذا ممكن أننا نمثل عليه مثلا السنوات ونمثل عليه الشهور. إذا هذا الخط الذي تمثل عليه السنوات والشهور والأيام، إذن يمكن أن نختار منه نقطة معينة، ممكن أن نختار منه يوم، ممكن أن نختار منه مدة مثلا شهر. إذن هنا نتكلم عن إياغ، إذن نتكلم عن يوم، ممكن أننا نتكلم عن ساعة، ممكن نتكلم عن ساعة مثلا السابعة صباحا أو منتصف النهار أو منتصف الليل. إذن نتكلم عن اللحظة بعينها، وممكن أننا نتكلم عن يوم كنقطة أو كلحظة. إذن إياغ ديزين أن مومون دون لو طون. إذن هاد كلمة إياغ تدل على لحظة في الوقت. طبعا الوقت يمكن تمثيله كما قلنا بخط نرسم عليه لحظات توثق لأحداث معينة. ثم عندنا دوما ماتا، دوما ماتا دو لا ميم فاسون سي مو ديزين أن مومون دون لو طون. عندما نقول غدا صباحا دوما ماتا، في الحقيقة نحن نحدد لحظة من الزمن.
تماما كما قلنا عن كلمة إياغ. تماما كما قلنا عن كلمة إياغ يعني بالأمس. الفرق هو أن إياغ نتكلم عن لحظة مضت، أما في كلامنا عن دمهمتا فنحن نتكلم عن لحظة قادمة لم تصل بعد. في الحالتين نحن نتكلم عن لحظة من الزمن. إذن دمهمتا ديزين un moment dans le temps. Si nous passons à la dernière phrase, les mots écrits en gras sont pendant la nuit. في الجملة السابقة رأينا tout au long de l'année يعني على طول كل سنة. هنا عندنا pendant la nuit أثناء الليل، كما لو نقول بنفس الطريقة على طول كل الليل. هذا pendant la nuit يعني بنفس الطريقة تدل على المدة الزمنية. إذا نتكلم عن durée des pleurs، إذا نتكلم عن مدة البكاء، إذا نتكلم عن مدة البكاء. إذا هنا الرضيع لم يبكي لحظة معينة ثم سكت، بل هو كان يبكي على طول الليل. إذا أثناء الليل pendant la nuit. إذا نتكلم هنا عن la durée، نتكلم عن المدة الزمنية ولا نتكلم عن le moment. le moment تعني اللحظة، كما لو نضع نقطة على خط الزمن، ولكن la durée يعني المدة، كما لو نضع قطعة معينة على هاد خط الزمن. ممكن أننا نرسم خطا طويلا يمثل الزمن الذي نعيشه، ثم pendant la nuit يمكن أن نرسمها بقطعة صغيرة تمثل مجموع لحظات كان يبكي فيها هذا الصبي. إذن كما تلاحظوا بأن هذه الكلمات يا إما أنها تدل على le moment dans le temps، يا إما أنها تدل على la durée pour désigner le moment d'une action، لكي ندل على لحظة حدوث حدث حدوث فعل. pour désigner le moment d'une action، لكي نحدد لكي نعين لكي نعبر عن لحظة d'une action. نتكلم هنا عن لحظة فعل، لحظة حدوث الفعل. تنتكلم على واحد اللحظة أحدث فيها واحد الفعل، أحدث فيها واحد الحدث. إذن pour désigner le moment d'une action on utilise يعني أننا نستعمل. إذن إحنا بغينا نحدو واحد اللحظة أحدث فيها واحد الحدث. إذن ماذا نفعل؟ on utilise يعني أننا نستعمل des expressions de temps qui peuvent. إذن نستعمل عبارات الوقت qui peuvent التي يمكنها أو التي تستطيع. on utilise يعني أننا نستعمل des expressions de temps يعني أننا نستعمل عبارات الوقت qui peuvent يعني أننا نستعمل عبارات الوقت qui peuvent التي يمكنها préciser ce moment en répondant à la question quand يعني التي يمكنها أن تحدد هذه اللحظة. إذن غنستعمل واحد العبارات اللي يمكن لها تحدد لنا هذه اللحظة. كيفاش هاد العبارات غتحدد هذه اللحظة؟ إذن هي غتحدد هذه اللحظة en répondant يعني مجيبة، يعني أنها غتجاوب. علاش غتجاوب؟ à la question quand، à la question quand يعني أنها ستجيب على السؤال متى، متى حدث هذا الفعل، متى وقع هذا الفعل. pour désigner le moment d'une action on utilise des expressions de temps qui peuvent يعني أننا نستعمل عبارات الوقت التي يمكنها préciser ce moment en répondant à la question quand. يمكنها أن تحدد أو توضح اللحظة en répondant يعني مجيبة يعني بإجابتها على السؤال quand متى، فهي ستحدد لنا حتما اللحظة. نتكلم عن العبارات التي سنستعملها لكي ندل على لحظة فعل، فيكون الجواب demain, hier, dans 4 jours, dans 3 jours, dans 3 semaines, le mois prochain, l'année prochaine, le mois prochain, يعني الشهر المقبل, l'année prochaine, السنة المقبلة, la semaine prochaine, يعني الأسبوع القادم, إلى آخره. Pour illustrer l'idée, nous prenons l'exemple suivant. لكي نوضح الفكرة نأخذ المثال التالي. إذا قلنا مثلا mon père part en voyage، أبي ينطلق في رحلة. mon père part، عندنا le verbe partir يعني انطلق أو ذهب. mon père part en voyage يعني أبي ينطلق في رحلة. ثم سكتنا. إذن فيقول قائل quand ton père part-il en voyage، quand ton père
part-il en voyage? متى أباك ينطلق في رحلة؟ فيكون الجواب Mon père part en voyage ce soir. يعني أبي ينطلق في رحلة هذا المساء. في مثال آخر مثلا Les chasseurs sont sortis. Les chasseurs sont sortis. يعني أن الصيادين خرجوا. عندنا لو فيرب sortir au passé composé. Les chasseurs sont sortis. الصيادون خرجوا. إذن فيقول قائل Quand les chasseurs sont-ils sortis? متى خرج الصيادون؟ Quand les chasseurs sont-ils sortis؟ متى خرج الصيادون؟ يقول لك شخص Quand؟ متى؟ إذن فيكون الجواب Les chasseurs sont sortis à l'aube. الصيادون خرجوا عند الفجر. Les chasseurs sont sortis à l'aube. الصيادون خرجوا عند الفجر. Les chasseurs sont sortis à l'aube. إذن à l'aube نتكلم عن أول اليوم. يسمى لوب. إذن كما قلنا pour désigner le moment d'une action لكي ندل على لحظة لفعل pour désigner le moment d'une action on utilise les expressions d'autant qui peuvent نستعمل عبارات الوقت التي يمكنها préciser ce moment en répondant à la question quand يمكنها أن توضح هذه اللحظة بالجواب على السؤال quand يعني متى إذن هذا من جهة ثم Pour désigner le moment d'une action, on utilise des expressions d'autant qui peuvent indiquer التي يمكنها أن تدل la durée, indiquer la durée, يمكنها أن تؤشر أو تشير إلى المدة. في الأمثلة التي رأينا، طبعا تكلمنا عن اللحظة، ثم تكلمنا عن المدة. طبعا تكلمنا عن لحظة الفعل، إذا نتكلم عن لحظة معينة من الزمن. مثلا hier أو مثلا demain matin. إذا نتكلم عن نقطة من الزمن ثم تكلمنا عن مدة معينة من الزمن مثلا الرياضي يتدرب على طول السنة أو مثلا الرضيع بكى طول الليل إذا نتكلم عن مدة معينة من الزمن إذا هذا الذي سنتطرق له هنا pour désigner le moment d'une action إذا لكي ندل على لحظة حدوث فعل on utilise des expressions de temps qui peuvent إذن سنستعمل عبارات التي يمكنها طبعا يمكنها ماذا؟ يمكنها أولا préciser ce moment en répondant à la question quand يعني يمكنها أن تدل على هذه اللحظة بجوابها عن السؤال quand يعني متى؟ يعني متى حدث الفعل ثم ماذا؟ أيضا pour préciser le moment d'une action on utilise des expressions de temps qui peuvent أيضا من أجل تحديد لحظة فعل On utilise, يعني أننا نستعمل des expressions de temps qui peuvent نستعمل عبارات الوقت التي يمكنها من جهة ثانية indiquer la durée يمكنها أن تؤشر أو تشير إلى المدة de l'action en répondant à la question pendant combien de temps إذا نتكلم عن la durée إذا نتكلم عن مدة الوقت إذا qui peuvent indiquer la durée de l'action إذن يمكن أن تدل أو تشير إلى مدة زمن أو مدة وقت الفعل إذن qui peuvent indiquer la durée de l'action en répondant à la question يعني كيف لها أن تدل أو تشير إلى مدة وقت الفعل en répondant à la question بالجواب عن السؤال pendant combien de temps أثناء كم من الوقت أثناء كم من الوقت الطفل بكى لمدة كم من الوقت؟ الرياضي تدرب لمدة كم من الوقت؟ إذن السؤال هو pendant combien de temps؟ إذن عندما نطرح السؤال فنحن نجيب عن la durée pour indiquer la durée de l'action إذن لكي ندل على مدة الفعل كم دام الفعل؟ أما عندما نطرح السؤال كون يعني متى؟ هذا فقط pour préciser le moment de l'action لكي نحدد لحظة الفعل عموما لكي نحدد لحظة الفعل إذن pour préciser le moment de l'action on pose la question quand يعني أننا نطرح السؤال متى et pour préciser la durée de l'action on pose la question pendant combien de temps يعني أننا نطرح السؤال لمدة كم من الوقت هنا عندنا pendant combien de temps كما لو نقول أثناء كم من الوقت إذن هذا السؤال نطرحه pour indiquer la durée de l'action لكي نشير إلى مدة الفعل
إذا عندما نطرح السؤال كون سي بور بريسيزي لو مومون دو لاكسيون سي بور ديزيني لو مومون دون اكسيون اي كونت اون بوز لا كيسيون بوندون كومبيا دو طون سي بور انديكي لا دوري دو لاكسيون عندما نقول il a plu il a plu يعني انه امطر المقصود بان الجو امطر il a plu اذا عندنا لو فيرب بلوفوار اذا عندنا لو فيرب بلوفوار اذا il a plu هو امطر اذا فيكون السؤال بوندون كومبيا دو طون اتيل بلو اثناء كم من الوقت هو امطر بوندون كومبيا دو طون اتيل بلو مده كم من الوقت هو امطر اذا فيكون الجواب il a plu durant une semaine il a plu durant une semaine اذا هو امطر لمده اسبوع في المثال الموالي pendant combien de temps le spectacle a duré pendant combien de temps pendant combien de temps le spectacle a duré لمده كم من الوقت المشهد دام كم دام من الوقت المشهد pendant combien de temps le spectacle a duré اذا فيكون الجواب Le spectacle a duré deux heures. Le spectacle a duré deux heures. يعني أن المشهد دام ساعتين. ثم مثلا نقول سليم a travaillé. سليم a travaillé. يعني أن سليم عمل. أنه قام بعمل. فيكون السؤال Pendant combien de temps سليم a-t-il travaillé? Pendant combien de temps سليم a-t-il travaillé? إذن أثناء كم من الوقت المقصود كم من الوقت سليم أتيل تخافايي يعني أن سليم عامل شحال ديال الوقت سليم خدم إذن فيكون الجواب سليم أتخافايي توت لانوي سليم أتخافايي توت لانوي يعني أن سليم عامل كل الليل على طول الليل سليم كان يعمل سليم أتخافايي توت لانوي إذن كما تلاحظوا بأن هذه الأمثلة تحدد لنا المدد الزمنية مثلا إذا قلنا les joueurs se sont entraînés إذا قلنا les joueurs se sont entraînés عندنا لو فيرب s'entraîner إذا فيكون السؤال pendant combien de temps les joueurs se sont-ils entraînés pendant combien de temps les joueurs se sont-ils entraînés إذا فيكون الجواب les joueurs se sont entraînés pendant une heure les joueurs se sont entraînés pendant une heure اللاعبون تدربوا لمدة ساعة نستكمل في الحلقة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله